فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل عمل أبي هريرة رضي الله عنه يدل على جواز عدم المسارعة في غسل الجنابة؟ نعم، وما يتعين على الإنسان المسارعة في غسل الجنابة، يجوز له يؤخر. يؤخذ من الحديث أنه يجوز للإنسان أنه يؤخر غسل الجنابة، وقد سمعتم أنه يجوز له أنه ينام الليل وهو جنوب، لا بأس. نعم.